مراتب أولى على المستوى الفردي، وما حصده ممثلو الجزائر في آخر بطولة عالمية، ورفعوا عاليا راية الجزائر رغم غياب الدعم والاكتفاء بمالهم الخاص. حققنا نتائج اللي رائعة جدا، من بينها المرتبة الثالثة عالميا صنف الكبار في الأسماء والوجوه، كانت من نصيب يحيى رصيد، وحتى في اختصاصات أخرى كان المرتبة السادسة، وكان قدر يوصل حتى المرتبة الثانية، والأولى كان يزاحم عليها، وكان هذا التمويل ما يقدرش يخليك تعمل في أريحية وتحضر في أريحية، وهذا هي الإشكالية اللي خلتنا ما نقدرش نوصل للمراتب، المرتبة مثلا الأولى اللي نطمح لها. هذه المشاركة الثالثة عندي على التوالي في بطولة العالم، كانت العام الأول ما كانتش جيدة، العام الثاني لأول مرة تحتل الجزائر مراتب أولى في بطولة العالم الذاكرة ألا وهي المرتبة الثالثة، كانت بفضل المرتبة الأولى يحيى راسين، الثانية عبد القادر راسين، والثالثة مريم ميسا. في العام هذا حبينا نزيدوا نطلعوا يعني المستوى، ولكن كانت منافسة شرسة، كانت يعني منافسة في بطولة العالم، زاد الأرقام قياسية تحققت، حققنا الحمد لله المرتبة الخامسة. الاستعانة بالخبرة الأجنبية وتطوير القدرات وتنظيم تربصات بصفة مستمرة ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في وقت وجيز. استضاف كثير من الشخصيات العالمية، وخلينا نقول المدربين العالميين، منهم الشاب جوناس اللي أطر الفريق تاعنا قبل المشاركة الأخيرة، وبفضل هذا التأطير وبفضل أعمال أخرى قام بها مركز الذكاء تحصلوا أبطالنا على المرتبة الثالثة عالميا، وبقى الاحتكاك بالخبرة، لأنه باش نمشيو غير بطريقة واحدة وما يكونش تنوع وما يكونش اطلاع على ما يوجد عند الآخرين ما توصلش. مراكز الذكاء التي حققت التفوق والتميز على الصعيدين المحلي والدولي في وقت وجيز، وتساهم في بناء جيل واع ومثقف بفضل برامجها المتنوعة والمتطورة، لن تكون كافية إذ لم يستثمر في هؤلاء المتفوقين.